ظاهريا خرق الاتصال الذي أجراه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالرئيس الأمريكي جو بايدن الأحد الجمود الحكومي اللبناني، ولا سيما أنه حمل بمضمونه المطول بساعة كلام ملف لبنان مجددا إحياء المبادرة الفرنسية ومعها الأمل اللبناني بحكومة سريعة، إلا أن الواقع على أرض لبنان لا يوحي بأي انفراج قريب إلا بتدخل ما. واضح بالعنوان الأساسي لن تكون هناك حكومة قبل أن يتفاهم الرئيس المكلف مع رئيس التيار الوطني الحر. بس أنا رأيي المشكلة الثانية بمحل ثاني. وين؟ العقبة الأساسية بغض النظر بعكس ما عم يحكوا اللبنانيين، ملف إيران أمريكا، ملف الخارجي لم يفرج بعد عن موضوع الحكومة. أول مؤشر إن شاء الله يكون إيجابي هو اتصال ماكرون ببايدن وحديثه عن الملف اللبناني. إذا كان هناك بعض الخطوات الإيجابية بهالاتجاه أو ذاك، هيدي بارقة الأمل الوحيدة بتصور. مظبوط إنه في جو السعودية ما قدر ياخذ موعد؟ صدقا ما بعرف، بس أنا شو بدي بالزيارات؟ الخليج معتكف عن التعاطي مع لبنان. معتكف. يعني مش عم يدعم حلفائه حتى اللي بيعتبروا حلفائه. معتكف خلص. القوات اللبنانية؟ معتكف أصدق. معتكف أصدق. أنا القوات أكيد. القوات اللبنانية؟ يمكن بالسابق دعمنا كلنا. 2005 يمكن دعمنا كلنا وهذا مش سر. في محور إيران دعم جهة ومحور السعودي الخليج دعم جهة تانية. هلا خلصت. أمام اللامبالاة الخليجية والترقب الفرنسي الأمريكي وصمت الرئيس المكلف، دعوة من التيار الوطني الحر للحريري للمبادرة. تعليق الأمل وتعليق الحكومة اللبنانية على التطورات الخارجية هيدا أمر لا يجوز، هيدا أمر مضر للبنان، لمصالح لبنان. الحكومة هي شأن صرف لبناني. الرئيس المكلف مدعو إلى حركة، مدعو إلى ترك هذا سلوك اللامبالاة يلي عم نشوفه، التكلم مع اللبنانيين عبر المصادر. نحن عم نشوف فخامة الرئيس بيطلع ببيان بيحمل مسؤوليته، بقول رأيه شو هو، مش عبر مصادر. الحكومة اللبنانية تقدر تشكلها بدك تحكي مع الأطراف. في هذا الإطار أكدت مصادر مطلعة للأو تي في ألا صح للمعلومات التي تحدثت عن أن رئيس الجمهورية لم يعد يريد الحريري رئيسا مكلفا، وهو سيضغط بهذا الاتجاه عند التواصل مع رئيس الفرنسي، وأن مستشاره سليم الجريساتي أبلغ البطريرك الراعي بهذا الأمر. ولكن ماذا عما قيل من أن مسؤولا فرنسيا سيزور قريبا لبنان؟ على هذا السؤال ترد مصادر من العاصمة الفرنسية للأو تي في بالإشارة إلى أن أجواء الإليزي هذه الأيام توحي بأن زيارة الرئيس الفرنسي للبنان واردة دائما، وإمكان إفاد موفد كذلك، لكن حتى اللحظة لا خطة لزيارة رئاسية فرنسية للبنان قريبا. وتكمل المصادر الباريسية بأن الأكيد حتى الساعة أن فرنسا لم تتخلى عن مبادرتها في لبنان، وهي تتفق مع الأمريكيين على ضرورة تشكيل حكومة في لبنان موثوق بها للحصول على المساعدة المطلوبة. وبالعودة إلى الداخل، فالأنظار تتوجه إلى ماذا سيفعل الرئيس المكلف. أوساط الأخير تؤكد أنه لن يتراجع، وأن المعطى الوحيد الذي قد يبدل شيئا ما هو أن يقتنع رئيس عون بطروحات الحريري الذي سينتظر موعد ذكرى 14 شباط ليقول كلمته الفصل، فيما لو لم يسجل أي خرق من هنا حتى هذا التاريخ، علما أن بعض الأجواء تفيد بأن حزب الله عاد ودخل بوساطات ولو خجولة على الخط الحكومي.